El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Familias, que quedó atascada por el adelanto de las generales. Contempla más protección y derechos y reconoce nuevos modelos familiares. السلام عليكم مشاهدي الكرام. حكومة بيدرو سانشي أعلنت على الموافقة الكاملة على قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن أمور جديدة لأول مرة كان وعد بها بيدرو سانشي والآن وفى بها إلى المجتمع الإسباني. كذلك كانت تغييرات جذرية في هذا القانون فيما يخص التصنيفات الجديدة ديال فاميليا نيميروسا، كذلك الحقوق والواجبات ديال باريخا دي هيتشو في القانون الجديد، كذلك الخط أمور مهمة كتهم جميع الأشرار التي تعيش في إسبانيا. لذلك الإخوان غادي نوضح لكم إن شاء الله كل شيء بالتفاصيل، فيديو مهم كيهمنا جميعا. ما تبخلوش الإخوان دائما باللايكات والبارتاج، راه كنقول لكم راه اللايك ديالكم فقط لتشجيع الفيديو على الانتشار والدلو على الخير كفاعله. إذا الإخوان باش ندوزوا للتفاصيل نخليكم مع الروبورتاج ورجع نوضح لكم نقطة بنقطة. El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Familias, que quedó atascada por el adelanto de las generales. Contempla más protección y derechos y reconoce nuevos modelos familiares. Bea. Sí, de entrada va a conceder el título a las familias monoparentales, los 2 millones de mujeres y hombres, sobre todo mujeres que tienen hijos solos. Ese título les va a dar derecho a tener educación infantil gratuita como mínimo 16 semanas durante los 2 primeros años del hijo y además prioridad para acceder a vivienda social, a becas y descuentos en el transporte. Se amplían además los supuestos de familias numerosas. Se va a incluir ahí a las familias monoparentales y monoparentales con 2 hijos y a las parejas con 2 hijos en las que haya un miembro con 1/3 de discapacidad. De enhorabuena están también las parejas, de hecho, porque se equiparan sus derechos por fin con los de los matrimonios. Tendrán 15 días libres por unión y derecho a pensión de viudedad. Aparte de este reconocimiento, se quieren incluir también medidas de conciliación en la ley. Sí, el gobierno quiere ampliar la ayuda de 100 euros mensuales hasta los 3 años a todas las madres y también incluir otras ventajas como el permiso por nacimiento, ampliarlo de 16 a 20 semanas y, por último, que 4 de las 8 semanas de descanso por cuidados, de libranza por cuidados, hasta los 8 años sean remunerados. نعم الخوت كما شفتوا في الروبورتاج، الحكومة ديال بيدرو سانشيز عاهدت فوافات في التغييرات المهمة اللي أحدثت في قانون الأسرة اللي غادي يبدأ ساري المفعول ابتداء من شهر مارس الجاري. إذا الإخوان شنو هي التعديلات؟ فعلا كانت تعديلات مهمه فاميليا نيميروسا عده امور. غادي نبداو حنا بالباريخا دي هيتشو اللي ولات في القانون الجديد ديال الاسره هنا في اسبانيا في حالها في حال الزواج في حال حيت ان كما كتعرفوا باريخا دي هيتشو قبل يعني ما كانش الكتي كنعرفوا الجاليه المغربيه عدد كبير داير باريخا دي هيتشو اكثر على الاوراق، كان اللي مجوج على سنه الله ورسوله ولكن داير باريخا دي هيتشو ما بغاش يمشي داك يعني ما بغاش يدير الزواج هنا في اسبانيا الى اخره. حنا غادي نتكلموا على الجميع. باريخا دي هيتشو قبل ما كانش فيها الارث، يعني لا مات الزوجه ولا الزوج ما كيورثش فيه ولا كان عنده شي خلصه ما كيورثش فيه. الان في القانون الجديد ديال باريخا دي هيتشو ولا الباريخه ديالك انه ممكن انه يورث فيك، ولا كانت عندك شي خلصه ومات الزوجه ولا الزوجه وهما دايرين باريخه ديال هيتشو ممكن انه يخلي ليه ديك الخلصه. يعني هذا الشيء كان فقط في الزواج اللي كان عن طريق المحكمه، الان ولا حتى في باريخه ديال هيتشو اللي هي فقط كدار في البلديه. حتى كذلك في القانون الجديد دخلات العطله مدفوعه الاجر ديال 15 يوم فاش كدير باريخه ديال هيتشو. يعني الا كنتي خدام ودرتي باريخه ديال هيتشو الزوجه ديالك ولا الزوج اللي كانت تمراه ومجوجه براجل يعني كياخذ العطله ديال 15 يوم، اللي خدام فيهم كياخذ 15 يوم عند الشركه ديالو مدفوعه الاجر. هذا الشيء حتى هو كان غير في الزواج، الان ولا في باريخه ديال هيتشو. كذلك الاخوان الامر ديال المشكل اللي باقي الان في باريخه ديال هيتشو ما دخلوش هو الجنسيه، هذا هو اللي باقي كيفرق الان الزواج على باريخه ديال هيتشو. باريخه ديال هيتشو الى درتي باريخه ديال هيتشو باسباني كتاخذي غير الوراق اولا كتاخذ غير الوراق، لكن ما يمكنش تطلب الجنسيه على عام، كتطلبها على 10 سنين. في الزواج الى تزوجتي كتطلب الجنسيه على عام، هذا هو الفرق اللي باقي. اما باريخه ديال هيتشو ولات كامله في القانون الجديد ديال الاسره. كذلك الخوت ندوزو للنقطه الاخرى فيما يخص التصنيفات ديال فاميليا نيميروسا اللي دارت تغييرات جذريه في الحكومه ديال سانشيز اللي حقيقه افرحت عدد كبير شريحه كبيره من المجتمع الاسباني. كما كتعرفوا فاميليا نيميروسا سبيسيال كانت يعني كتعطى هذا الاسم ولا المساعدات اللي كتعطى الفاميليا نيميروسا كتعطى على الناس اللي عندهم كتكون من 5 ديال الافراد، هما اللي كانوا كياخذوا 200 اورو كمساعده شهريه او كياخذوها في الاخر ديال ديكلاراسيون ديال الرينتا في السنه وكياخذوها مجموعه. الان في القانون الجديد فاميليا نيميروسا سبيسيال ما بقاش
خصها تكون كتكون من 5 لا هبطوها فقط 4، يعني 4 ديال الافراد ممكن انهم كيتسموا فاميليا نيميروسا، يعني الاباء و4 ديال الوليدات كيتسموا فاميليا نيميروسا سبيسيال. هذا هو التغيير كذلك الجديد. كذلك الاخوان كاين تغيير اخر اللي هو فاميليا نيميروسا كذلك للزوج بابنين او الزوجه بابنين ابتداء من شهر يعني مارس، لكن غير الاب عنده جوج الوليدات الان حتى هو كيتسمى فاميليا نيميروسا، ولكن ما خصهاش تكون الام، اما مطلقه ولا تسحبت عليها الحضانه هو اللي شاد الحضانه ديالهم او اللي توفات الاب عنده جوج الوليدات كتسمى الان فاميليا نيميروسا. هذه جديده، عاوتاني الام بوحدها وعندها غير جوج وليدات الان كتسمى حتى هي فاميليا نيميروسا. اما في الحاله الا كانوا الاب والام كتعرفوا قبل فاميليا نيميروسا ديال قبل قبل ما يخرج هذا القانون الجديد، الا كان الاب والام خصهم يكونوا معاهم 3 ديال الوليدات او خص يكون معاهم جوج ديال الوليدات، لكن الابن الثاني خصو يكون مصاب بواحد الاعاقه النسبه ديالها مرتفعه تقدر ب 65%. الان فاميليا نيميروسا جديده، الا كان الاب والام وعندهم غير جوج الوليدات وواحد من داك الوليدات عنده اعاقه، الان كتبدا الاعاقه من 35 فما فوق، اقل حاجه هي 35، قبل كانت 65، قبل كان اللي عنده 35 ما كتسماش فاميليا نيميروسا، الا كان عنده الا كان اب وام وعندهم جوج الوليدات وواحد من الوليدات اعاقه عنده الاعاقه ديالو 35% ما كانش كيتحسب فاميليا نيميروسا. الان هبطوا ديك النسبه ديال الاعاقه ل 35، كانت 65، يعني الان اي زوجين كنوضح لكم الاخوان بالديتاي، اي زوجين عندهم جوج الوليدات واحد فيهم عنده الاعاقه ولكن الاعاقه غير ب 35% فكتحسب الان فاميليا نيميروسا. هذا هو القانون الجديد الاخوان. كذلك هذه اللي مهمه وجديده، عطاوا لواحد الشريحه كبيره هنا في المجتمع الاسباني اللي تقدر بجوج المليون ام، كاين اللي كيسميها ام عازبه، كاين اللي كيسميها انها ام مطلقه، ولا هذا ام ولكن عندها وليد واحد ولا بنيته واحده، او اب وعنده وليد واحده ولا بنيته واحده وما مجوش، لا المراه لا الام مجوجه ولا الاب مجوج، في كلتا الحالتين يعني اما الام وما قال لك الاحصائيات كتقول جوج المليون ام عندها غير ولد واحد. هاد الناس هادو ما غاديش نسميهم فاميليا نيميروسا، لكن خرجوا لهم واحد المساعدات خاصه بهم في القانون الاسره الجديد. انا ما كنتكلمش الان في مجال المساعدات، انا ما كنبغيش نتكلم في مجال المساعدات، انا كنتكلم في القانون ديال الاسره اللي هو كيهمنا جميعا. هاد الام هادي او لهذا الاب اللي عنده غير وليد واحد، الان في القانون ديال الجديد سيتم مساعدتهم بمجانيه التربيه الطفوليه لمده 16 الاسبوع، 4 ديال الشهور انه غادي يدخلوه للتربيه ديال الطفوله بالمجان 4 ديال الشهور، ولكن خصها تكون في السنتين الاولى من العمر ديال الطفل. الدوله كتعطيك هذه في قانون الاسره يعني الجديد 4 ديال الشهور انه يدخل يعني الكوارديريه، يعني هما يخلصوا عليه، متفقين؟ كذلك هاد الام اللي عندها غير وليد ولا هاد الاب اللي عنده غير وليد عنده الاسبقيه للاستفاده من مجانيه النقل، واللي عنده النقل مجاني كذلك عنده الاولويه انه يستافد من السكن الاجتماعي الكلير سوسيال، يقدر يكري الدار غير ب 100 اورو ولا 80 ولا 50 على حسب كل منطقه ولا حسب المنزل ديال السكن الاجتماعي، وكذلك عندهم يعني الاولويه باش يستافدوا الدواسه ديالهم خصهم يستافدوا هما الاولين من المنح اللي كتعطى سواء الام اللي كانت باغا كتزيد تقرا ولا كدير شي تكوين ولا شي كورسو، او للابن ديالها الا كان حتى هو يعني باغي يدير شي كورسو ولا كيقرا، فالا كانت شي منح هو اول واحد غادي يستافد منهم. اذا هذه الخط تغييرات جذريه ومهمه في القانون ديال الاسره الجديد اللي بيدرو سانشي كان واعد بها والحكومه ديالو واعدات في الانتخابات السابقه، قال لهم هادو هما الاجراءات اللي غادي ندير. كذلك الان كيتكلموا وكاين مطالب كما قلت لكم في الاول على ان باريس غادي يدخلوا فيها حتى الجنسيات، واللي غير عام ولكن مازال ما كايناش، هذه غير مطالب، لكن الان المطالب ولا الحكومه قالت لي انا نفذت لكم هذا القانون الاسره الجديد، ولكن باقين غادي نزيدوا نخدموا على عده امور من ضمنها 20 سيمانه ديال 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 الباترنيداد ولا ماترنيداد الام اللي كتكون يلاه ولدات الان بقى في 16 الاسبوع، قالوا غادي يردوها في 20 اسبوع، كذلك عده امور يعني غادي تدار ان شاء الله، وغادي تزاد اضافات في قانون الاسره الجديد. يعني الحكومه ديال سانشيز نفسه مازال كيقول لك
غادي نزيدوا اضافات في قانون الاسره. حنا اعطيناكم الان تغييرات جديده، ولكن مازال الوزير المكلف انه غادي يزيدوا يخدموا على هذا القانون ديال الاسره باش يولي فيه جميع الحقوق لجميع الفئات غادي تكون مشموله وعندها حقوقها وواجباتها في قانون الاسره الجديد. الاخوان نتمنى نكون وضحت لكم، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج. كما العادة باش دائما نبقاو نجيب لكم موضوعات اللي كتفيدكم. احبكم في الله، كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء.